اللبن الرايب اللي هدخل فيه كمان قطعة الجبنة القريش. نقول مقاديره: لبن جبنة قريش، اللبن هيزيد أو هيقل على حسب قوام اللبن الرايب معايا في الخلاط. يعني لو حطيت المقادير دي واللبن ومثلا حطيت كوباية لبن لقيته تقيل شوية، لا أنا هزود لبن تاني أديله قوام حلو كده ما يضايقش أبويا وأمي وهما بيشربوه. يبقى لبن، قطعة جبنة قريش، عسل نحل علشان المناعة، نقوي الجهاز المناعي بتاعهم، وزبادي. طبعا الزبادي مع الجبنة القريش يا سلام، اوعى وشك بقى في عملية الهضم وعملية كده الاخراج، هتبقى كده سهلة كده وبمنتهى السهولة ان شاء الله. نشوف هنعمل ايه في المقادير بتاعتنا دي.